يتواجد في رواق الثالث 19 سنة لهذا السباح، وفي الرواق الخامس فاباسي كلوديو أنطونيو الإسباني، في رواق الخامس مارتينيز نوفو ميغيل، وفي الرواق الرابع فرنسي كلوديو أنطونيو من إيطاليا. إذن اللي كان نزل تحت توقيت الدقيقتين، إذن الإيطالي فاز في الرواق الرابع كلوديو أنطونيو بدقيقة 58 ثانية و44 جزء من المئة، وكذلك الإسباني نوفو ميغيل بدقيقة 59 ثانية و93 جزء من المئة، بينما الجزائري جواد سيود اللي سير السباق كان خلف بدقيقتين و73 ثانية. إذن فرصة لجواد سيود أنه يتحصل على إحدى الميداليات الثلاثة، ومراتب نتمناها ذهبية لجواد سيود. السباق راح يكون تكتيكي خاصة على مسافة 200 متر سباحة فراشة، سباق تكتيكي بين الثلاثي مارتينيز نوفو الإسباني والإيطالي أنطونيو كلوديو وجواد سيود في الرواق الثاني، والتركي كذلك بولار في الرواق الثالث. إذن تمناها ذهبية لجواد سيود اللي يبقى يسيطر على المستوى، مستوى البطولة الفرنسية وكذلك الوطني على هذه المسافة 200 متر سباحة فراشة. إذا انطلاقة وانزلاق تحت الماء في حدود 15 متر، ودائما هنا السباق دائما في خط واحد بين السباحين فاسيوس أندرياس مارتينيز فاسيوس وكذلك سيوب اللي تواجد في الرواق الثاني. أول من يقطع جواد سيود يقطع المسافة 50 متر في 25 ثانية 79 جزء من المئة تحت هتافات الجمهور المتبوع بالإيطالي أنتونينو في الرواق الرابع، وبرينو لوكا الإيطالي الثاني في الرواق الأول. إذن هو يسير السباق جواد سيود في الرواق الثاني، يحاول أنه يرفع من الريتم جواد سيود اللي يتواجد في الرواق الثاني، ويبقى سيود إذن يتأخر هو حاليا في المرتبة الثانية. فرنسي أنطونيو كلوديو في الرواق الرابع يتقدم على جواد سيود ب 21 جزء من المئة فقط. إذن جواد سيود في 150 متر الأولى يبقى يصارع على المركز الأول، يبقى دائما في الصراع، ويتقدم إذن الإيطالي أنطونيو كلوديو في الرواق الرابع، ويتقدم إذن جواد سيود في صراع مع أنطونيو. دائما جواد سيود في المركز الثاني. إذن فرصة لجواد سيود، يلا يا جواد نوعا ما من الريتم، فرصة لجواد سيود أنه يفوز بالميدالية الذهبية، منها ذهبية، يضاعف من السرعة جواد سيود أمام الإيطالي في الرواق الرابع، بين إذن صراع في الرواق الثاني والرابع بين جواد سيود وكذلك الإيطالي، مع تقدم الإيطالي ببعض السنتيمترات، وفي نهاية المطاف يفوز. إذن يفوز الإيطالي بالمركز الأول، وميدالية برونزية لجواد سيود مثل ما فعلها إذن الجزائري الأول إذن أسامة سحنون اللي فاز ببرونزية 50 متر سباحة حرة. إذن جواد سيود في المركز الثالث وبالميدالية البرونزية. إذن إيطاليا اللي تشارك بأقوى سباحيها، يعني بأقوى وفد بعدد كبير من السباحين، 43 سباح يشاركون في هذا السباق. فاسي كلوديو أنطونيو في المركز الأول محققا توقيتا قدره دقيقة 57 ثانية و9 أجزاء من المئة، متبوع باليوناني أندرياس فاسايوس في المركز الثاني بدقيقة 57 ثانية و52 جزء من المئة، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية وتتويج الجزائري جواد سيود بالميدالية البرونزية ومرتبة ثالثة بدقيقة 52 ثانية و37 جزء من المئة. كان توقيت إذن الظهيرة كان أحسن، حقق أحسن من توقيت الفترة الصباحية، ولكن جواد سيود هو صاحب الرقم القياسي الوطني بتوقيت قدره دقيقة 57 ثانية و 58 ثانية و 88 جزء بالمئة، كان يعني هو
أحسن من صاحب المركز الثاني. أكيد هو صاحب أفضل من صاحب المركز الثاني، ولكن هذه راح تكون ميدالية ثانية لسباح جواد سيود من البرونز، وراح يكون فيها كذلك إن شاء الله ميدالية غدا في سباق 100 متر فراشة، خاصة أن شفنا السباح سيود يعرف يسير جيدا السباقات.